الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد في هذه الليلة العظيمة المباركة. نتذلل أمام يد الله سبحانه وتعالى لنشعر بحقارة أنفسنا أمام عظمته وأمام جبروته وأمام رحمته وتفضله علينا، ونقرأ من كلمات الإمام الحسين عليه السلام بضع كلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مولاي، أنت الذي أنعمت، أنت الذي أحسنت، أنت الذي أجملت، أنت الذي أفضلت، أنت الذي مننت، أنت الذي أكملت، أنت الذي رزقت، أنت الذي أعطيت، أنت الذي أغنيت، أنت الذي أقنيت، أنت الذي آويت، أنت الذي كفيت، أنت الذي هديت، أنت الذي عصمت، أنت الذي سترت، أنت الذي غفرت، أنت الذي أقلت، أنت الذي مكنت، أنت الذي أعززت، أنت الذي أعنت، أنت الذي عضدت، أنت الذي أيدت، أنت الذي نصرت، أنت الذي شفيت، أنت الذي عافيت، أنت الذي أكرمت. تباركت ربي وتعاليت، فلك الحمد دائما ولك الشكر واصبا. ومن أنا يا مولاي؟ ومن أنا يا ربي؟ أن ثم أنا ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي، فاغفرها لي. أنا يا ربي، أنا الذي أخطأت، أنا الذي أخفلت، أنا الذي جهلت، أنا الذي هممت، أنا الذي سخوت، أنا الذي احتملت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي وعدت. وأنا يا ربي، وأنا يا سيدي، أنا الذي أخلفت، أنا الذي نكثت، أنا الذي أقررت. أقرب ما يكون العبد لربه في حالة السجود، فلنسجد طلبا للعفو من الله سبحانه وتعالى، لنسجد تضرعا لله. لقد أثقلت الذنوب كاهلنا وظهورنا، فلنسجد لله تضرعا طلبا للعاف، فلننادي ربنا، فلنتذكر ذنوبنا. نحن الذين اخطأنا، نحن الذين ظلمنا، نحن. وانت يا ربي صاحب التفضل والمن علينا، فلننادي العاف 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 العاف. فلنذكر ذنوبنا وحاجاتنا. عفوك يا الله، رحمتك يا الله، عفوك يا الله، عفوك 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 يا الله. أي الذنوب أذكر وأي الذنوب أترك؟ عفوك يا الله، عفوك عفوك عفوك. لولا رحمتك لقلت، لكن رحمتك واسع. عفوك عفوك عفوك. صلوا على محمد وآل محمد.